أهلا بكم. 8 سنوات مرت على اندلاع شرارة الربيع العربي من تونس في 17 ديسمبر عام 2010، عندما أضرم البوعزيزي النار في جسده احتجاجا على مصادرة مصدر رزقه، تلك العربة الصغيرة لبيع الخضروات. اليوم يتابع العالم والتونسيون ما تحقق خلال هذه السنوات الثماني من مطالب الثورة، وما إذا كانت التجربة التونسية لا تزال صامدة في محيط مضطرب. والسؤال، هل نجح المجتمع التونسي بمكوناته المختلفة في تجاوز ما يمكن أن نسميه بالانتكاسة الثورية التي شهدتها دول عربية أخرى؟ وهل ما زال سيناريو الانقلاب شبحا يطارد الثورة التونسية وفق ما يشير إليه بعض المحللين؟ هذا ما نناقشه في حوارنا المباشر مع ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة تونس، علي العريض رئيس وزراء تونس السابق والقيادي الحالي بحركة النهضة. أرحب بك معنا سيد علي، لكن دعني قبل أن أبدأ هذا الحوار نتذكر سويا صرخات أطلقها مواطن تونسي مساء 14 من يناير عام 2011 معلنا انتهاء حقبة سياسية وبداية حقبة جديدة، فلنشاهد. تحيا تونس الحر، المجد الشهداء، الحرية للتواسة، يا تواسة يا مهجرين، يا تواسة يا اللي شدتوا الحبوسات، يا تواسة يا اللي عذبوكم، يا تواسة يا اللي قهروكم، يا تواسة يا اللي غبنوكم، يا تواسة يا اللي سرقوكم، اتنفسوا الحرية، شعب تونس اهدالنا الحرية، يحيا شعب تونس، تحيا تونس العظيمة، تحيا الحرية، المجد للشهداء، يا تواسة ما عادش خوف، المجرم هرب، المجرم هرب، بن علي هرب، بان عليها رب الشعب التونسي، بان عليها رب. سيد علي، هل بن علي هرب فعلا؟ هل الثورة التونسية انتصرت على بن علي ونظامه أم لا؟ شكرا، بارك الله فيك، والتحية لكل مشاهدي هذا البرنامج، وشكرا لكم على اهتمامكم بالثورة التونسية وعلى متابعتها. نعم سيدي الكريم، تونس نجحت بعد الثورة والنظام السابق سقط، والنظام الجديد النظام الديمقراطي الذي فيه مشاركة شعبية حقيقية يشق طريقه رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن نقول أن تونس بعد الثورة أفضل بكثير مما هي قبلها، وهي ليست إلا في بداية الطريق، طريق الطويل لتأسيس دولة ديمقراطية حقيقية تشبه الدول الديمقراطية، وبطبيعة الحال تصارع قضايا اقتصادية اجتماعية متراكمة وقضايا أمنية مستجدة، ليس فقط في تونس بل في محيطنا الإقليمي والدولي، وأيضا تعالج قضايا الماضي أو ما نسميه العدالة الانتقالية، أي تسوية مخلفات المرحلة السابقة. في تقديري أن الثورة قد نجحت وأن أمامها مسار طويل آخر لتحقق كل الأهداف، لا سيما منها التي تحتاج إلى شيء من الوقت، وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي الاجتماعي. نعم، لعلك أشرت إلى نقطة كنت سأبدأ بها سؤالي. البعض يرى على العكس يا سيد علي، الثورة لم تنجح، على الأقل يعني الناس في تونس حتى هذه اللحظة يعانون اقتصاديا معاناة كبيرة، ونرى لذلك الكثير من الاعتراضات ضد سياسات الحكم الآن. ما زال هناك صراع يبدو بين مكونات الحكم حتى في تونس حتى هذه اللحظة. إذا الثورة لم تنجح، لم تحقق الأهداف التي قامت من أجلها. حتى عائلة البوعزيزي يعني قدمت لجوء، بوعزيزي الذي قامت بسببه الثورة التونسية قدمت لجوء إلى كندا وهي الآن موجودة في كندا. فكيف نجحت الثورة التونسية كما تقول؟
على ثلاث أربع مستويات أو أربع مسارات يمكن أن نقيم فيها الثورة التونسية التي عمرها 8 سنوات: المسار السياسي، المسار التنموي، المسار الأمني، ومسار العدالة الانتقالية. في المسار السياسي لا أحد يشك في أن تونس لها دستور ديمقراطي وأنها ضامنة للحريات والديمقراطية، وكما تعلم فإن الحرية هي أهم شيء، هي الفاصل الحقيقي. يعني الحصول على الحرية تشبه الحصول على الاستقلال، لا شيء يشبه التخلص من الاستعمار إلا التخلص من الاستبداد، لأنه فاصل منعرج تاريخي حقيقي شاهدته كل الدول الديمقراطية. ولأن الحرية بهذه القيمة فهي لا تقدر بثمن، لأنها أغلى من كل ثمن. وتونس اليوم دولة حرة، فيها ديمقراطية، فيها أحزاب، فيها دستور، فيها أعلام حر، وفيها انتخابات دورية شهدت على الأقل انتخابات 2011 و2014، وهي على مشارف انتخابات أخرى، وشهدت انتخابات بلدية وفق الدستور في سنة 2018. ما زال لنا نقص وحيد على المستوى السياسي هو استكمال المحكمة الدستورية باعتبارها أحد أركان النظام الديمقراطي، وإن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة ننتهي من هذا الموضوع. وطبعا يبقى لنا التطور، تكريس الوعي والثقافة الديمقراطية وتكوين الأحزاب الديمقراطية التي لها قاعدة ولها حس المسؤولية ولها مصداقية عند الشعب، وهذا يأتي بشكل تدريجي. أما على المستوى التنموي وهو المستوى الأكثر صعوبة، فلئن أمكن لنا أن نحقق بداية نمو اقتصادي، فيعني وصلنا إلى أضعف نسبة سنة 2015 0.8%، نحن الآن في 2.6% نمو والاتجاه تصاعدي، وهناك عدد من القطاعات تحسنت كالفلاحة، كالسياحة، كالاستثمار إلى آخره، وما زال العمل كبيرا من أجل أن تضفي الإصلاحات التي ندخلها تباعا تضفي مزيد الحيوية على الاقتصاد. وحتى على المستوى الاجتماعي في الحقيقة وقع استيعاب حشرات الآلاف من التشغيل الهش، المناولة، وعدد كبير من الآليات سويت أوضاعها، وهناك رعاية للتنمية الجهوية. لم نحقق كل ما يصبو إليه الشعب، ما زالت البرسبسيون عند الشعب أن هناك ضعف، ولكننا نتقدم على هذه المستويات سواء الأمنية أو العدالة الانتقالية أو الاقتصادية الاجتماعية. الوضع الإقليمي لا شك والدولي صعب، فيه ربما كثير من الحريات لكن فيه قليل في المستوى العالمي، قليل من الأمن والاستقرار، ولكن تونس تشق طريقها بعد الثورة، وفي تقديرنا أننا على طريق سليم. تمام. طيب سيد علي، بما أنك يعني لفت النظر للوضع الإقليمي، هل تونس مرت مرحلة، تخطت مرحلة أن يحدث انقلاب فيها بشكل أو بآخر، سواء كان انقلابا عسكريا أو انقلابا أبيض إلى آخر هذه المسميات، كما حدث في التجربة المصرية، الانقلاب العسكري على الثورة المصرية، خصوصا أن بعض المحللين، وكتب ذلك الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست، وأشار إلى أن هناك أموال تتدفق من أبو ظبي والرياض لتمويل ما وصفه بالانقلاب على التجربة الديمقراطية في تونس، ما رأيكم؟ التجربة التونسية لا، هناك من لا ينظر إليها بعين الراحة، يعني هي ليست في مأمن من أن يكون عليها معترضون سواء من داخلها أو من خارجها، إما ممن يحنون للنظام السابق ونظام الاستبداد وأحسوا أن مصالحهم غير المشروعة قد بدأ تفكيكها في ظل النظام الديمقراطي، أو ربما من بعض الذين بدلا أن يساندوا حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية فإنهم يساندون ربما الأنظمة التي تستبد ولكنها يظن أنها أكثر استقرارا. لكن في تقدير تونس في مأمن
والضمانات هي وعي الشعب الذي يعبر عن غضبه أحيانا في قضايا التنمية والقضايا الاجتماعية، ولكنه متمسك شديد التمسك بما تحقق سواء على المستوى السياسي وهو الحريات والديمقراطية، أو حتى على المستوى الاجتماعي الاقتصادي، وكذلك على في مستوى مؤسساتها الأساسية، المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والنخبة بشكل شبه كلي، هي مجمعة على أنه لا بد من حماية التجربة التونسية الديمقراطية، ولا بد للتونسيين أن يعالجوا قضاياهم تحت سقف الدستور والثوابت الوطنية التي تم الاتفاق عليها بعد الثورة. يعني سيد علي، أفهم من كلامك أنكم لا تخافون مما حدث لنظرائكم، يعني مثلا جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي الآن في السجون والمعتقلات وموصمة بالإرهاب من قبل النظام المصري وأنظمة عربية أخرى، لا تخافون من هذا المصير، خصوصا أن هناك بعض الاتهامات حتى اللي وجهت إليكم في الفترة الأخيرة بأنكم أنشأتم غرفة سوداء بوزارة الداخلية ضالعة في الاغتيالات السياسية إلى آخره، فأنتم لا تخافون من هذا المصير الذي حدث للإخوان في مصر؟ التونسيون لا يخافون، ولكن عليهم يحتاجون أن يكونوا على يقظة، باعتبار كما ذكرت أن دائما يوجد من لا يريد أن يدعم الديمقراطية بل يريد أن يعيقها، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني، لكن البلد يشق طريقه وهو الآن عنده 8 سنوات، وكل المحاولات التي تريد العودة بنا إلى الوراء باءت بالفشل، بل أن تحصين المسار السياسي ومسار الديمقراطية والحريات يزداد يوما بعد يوم، وأيضا الشعب يتمسك به أكثر يوما بعد يوم. أما ما أشرت إليه من الأوضاع في مصر، فبطبيعة الحال هناك مأساة حقيقية تجري هناك بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين والسجون والمنافي إلى آخره. بالنسبة لحركة النهضة، وأظنك تسأل عن حركة النهضة في تونس، فهي جزء من الطيف السياسي الموجود، وهي حزب من الأحزاب الكبرى، وهي أيضا مشاركة في السلطة ولها كتلة، أيضا هي الكتلة الأكبر حاليا في البرلمان، وهي حركة هي أحد أهم ضمانات استمرار وترسيخ الديمقراطية، وأيضا العمل على مشروع اجتماعي معتدل أو وسطي في فكره، وسطي في برنامجه الاقتصادي الاجتماعي، ووسطي أيضا في منهجه السياسي. ونحن نتوافق مع عدد غير قليل من الأحزاب السياسية، حتى عدد لا بأس به من الأحزاب السياسية التي تتنافس وليست في السلطة، فهي من أيضا حريصة على استمرار الديمقراطية. فجزء الأكبر من الاحتجاجات هي حيوية المجتمع التونسي، هي حيوية الديمقراطية الناشئة. صحيح هناك بعض التطرفات، أو كما يقولوا بعض أشياء أكثر من اللازم، ديزيكسي كما يقولوا بالفرنسوية، من هنا أو هناك، لكن في المجمل الدلالة هي حيوية التجربة التونسية والديمقراطية فيها هذه القضايا، فيها المحاكمات حول الفساد، فيها الصراع السياسي على الانتخابات، فيها الإعلام الحر، فيها أيضا الفضائح، هذا تشهده البلدان الديمقراطية ومن باب أولى التي ما زالت في خطواتها الأولى مثل التجربة التونسية. لكن لم ترد على سؤالي سيد علي فيما يخص الاتهامات الموجهة إليكم من قبل هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين شكري بالعيد ومحمد برهمي الذين اغتيل عام 2013، أنكم أنشأتم غرفة سوداء ضالعة في الاغتيالات السياسية داخل وزارة الداخلية إلى آخره، كيف تردون على هذه الاتهامات؟ كما تعلم يعني الإرهاب ضرب في تونس بداية من سنة 2011 قبل أن نكون نحن في السلطة، واستمر وما زلنا نتصارع معه، سيطرنا على الإرهاب، لكن لسنا في مأمن من حين إلى آخر من عملية، ولنا عدد كبير من الشهداء من الجيش الوطني ومن الحرس الوطني والأمن الوطني وحتى من المدنيين سياسيين وغير سياسيين، أكثر من 200 شهيد، كلهم معروف من يعني اغتالهم، وهو تنظيمات إرهابية
تفرعت عن تنظيم أنصار الشريعة عن جناحه المسلح، وأنا الذي صنفته تنظيما إرهابيا زيادة على إجراءات أخرى، كلها تعهد بها القضاء وهو يبحث، وقامت السلطة الأمنية بما يجب عليها أن تقوم به كبحث ابتدائي. لكن هناك لجنة الدفاع أو لجنة الخداع، هذه يعني تتمعش سياسيا من هذا الملف. كلما اقترب القضاء من كشف هذه الحقيقة، الحقيقة العدلية بما توصل إليه، إلا وطرحت مشاريع اتهامات وافتعلت أشياء نحن نرد عليها كالتالي: حركة النهضة من له عليه شيء فليتوجه إلى القضاء، القضاء هو الناطق الرسمي والوحيد باسم الحقيقة العدلية. نحن ضد أن يصبح القضاء في الشارع، في 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 ندوة صحفية في الشارع، وأخرى في نزل، وأخرى في تلفزة، وأخرى عند لا شيء، لا مصلحة في ذلك إلا تسميم الحياة السياسية والضغط على القضاء وتوجيه الرأي العام. نحن نترك هذا للقضاء، ونحن براء من كل هذه الشبهات أو الاتهامات التي يوجهونها إلينا. والحقيقة جزء من الجزء الأكبر من العملية هو استباق الحملة الانتخابية القادمة، ونحن لسنا مسؤولين عن نجاحنا وعن فشل الآخرين. يعني هم لأنهم فشلوا فيتجهون للنهضة بهذه الاتهامات، ونقول يجب ترك القضاء يعمل وعدم التشكيك في مؤسسات الدولة. نعم. والشعب هو المصدر الشرعي الذي يحدد حجم كل حزب عبر انتخابات ديمقراطية، ما زاد عن ذلك كله لغو. نتقبل أي انتقاد لأنه يصلحنا ويحفزنا على مزيد التطور والإصلاح، لكننا نرفض الاتهامات المجانية والخداع. تمام. ونشر الرجيف وتسميم الحياة السياسية. لكن تعتقد صحيح أن هناك أموال من عواصم خليجية الآن تذهب إلى تونس لمحاولة القضاء على حزب على حركة النهضة التونسية عليكم تحديدا، وإلحاق الأذى بكم والانقلاب عليكم أم لا؟ يعني هذا الكلام عن وصول أموال إلى وما شابه، هل لديكم أي معلومات في هذا السياق؟ يعني نطلع على تقارير على الشبكات الاجتماعية، تقارير إعلامية أو على في بعض يعني الصحف السيارة، على وجود هذه الدولة أو هذا النظام ضد التجربة التونسية، وأن هناك علاقات. لكننا في الحقيقة ليس لدي كعلي العريض ليس لدي شيء ملموس في هذا الاتجاه. لدي ثقة في المؤسسات التونسية الدستورية، ولدي ثقة في المؤسسة الأمنية التونسية في أنها يعني تحرص حرصا شديدا على استقلالية تونس وعلى أمنها واستقرارها. ولدي أيضا ثقة في أن رئاسة الجمهورية يعني تتخذ سياسة خارجية تمثل مصالح تونس وتحترم الثوابت التونسية. نعم. وبالتالي اليقظة مطلوبة باعتبار حداثة التجربة، لكن لا يجب الخوف أكثر من اللازم، لأن التحاليل كثيرة والتحاليل ليست دائما معطيات. سيد علي ابقى معي. مشاهدينا الكرام، دعونا نستمع لهذا المقطع من حوار سابق للسيد قائد السبسي الرئيس التونسي، ونكمل اللقاء. العلاقات بين الباشي قائد السبسي والنهضة بقصف، بطلب من النهضة أو بسعي منها. اليوم فقط إيش سمعت قصيت العلاقات هذه، خليني نفهموه المواطن يعني كيفاش تمت العمليه. هي امور سهله. شوف انت باه ياسر في الواحد ما مش باه في السياسه، انا من السياسيه. قصت العلاقات هكا، شنو واش معناها؟ معناها ما عادش ثم توافق باش نواصلوا بين النهضه وبين الباشي قائد السبسي بسعي منهم هما، ما طلبتهمش. إذن سيد علي الرئيس التونسي السبسي، يحملكم أنتم كحركة النهضة القطيعة بينكم وبينه وبين الرئاسة، أنتم السبب فيما يسميه البعض الطلاق الذي حدث بين حركة النهضة ونداء تونس والرئيس السبسي تحديدا، ماذا تقول؟ نحن نقدر لرئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي دوره في
وأيضا موقعه الدستوري في العمل على وحدة التونسيين وعلى تكريس الحوار بين مختلف الأطراف السياسية، ولذلك صار أكثر من حوار في قرطاج من أجل تشكيل حكومات أو من أجل التقريب بين وجهات نظر بين مختلف الأطراف، ومن أجل أن تكون لكل حكومة حزام سياسي يدعمها. نحن أيضا نريد للديمقراطية أن تحترم الدستور، أن يكون لمجلس نواب الشعب دورة وليس صلاحيات رئيس الجمهورية محترمة، ولرئاسة الحكومة أيضا صلاحياتها. يعني نريد أن نطبق نظامنا السياسي الذي قررناه في دستور جام في 2014، وهو من أفضل الدساتير. وحتى بعض الأفكار التي تقول يمكن أن ننقعه لسنا ضدها من حيث المبدأ، لكن في إبانها وفي وقتها وبعد أن نجربها وتعطي نتائجها. أما ما أشرت إليه فهو حديث عن التوافق الذي طبع سنوات 15 16 17 وأيضا جزء من سنة 18، الذي هو كان نتيجة أيضا ساهم في هذا التوافق العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة الأستاذ رشد الغنوشي، وأيضا ساهمت فيه العلاقة والتقارب بين عدد من الأحزاب التي شكلت الحكومة، حكومة سي لحبيب الصيد ثم حكومة سي يوسف الشاهد الحكومة قبل الأخيرة. ولكن كلما تقدمنا ولأسباب هناك بعض الاختلافات التي حصلت، لا سيما منها عندما يصبح هناك استسهال في تغيير رؤساء الحكومات ولم نكن نراه يعني قائم على مصلحة وطنية كبيرة معتبرة، أو عندما حلت نتائج الانتخابات البلدية في مايو الفارط والتي برزت فيها حركة النهضة بأنها في المرتبة الأولى، وهذا أحدث شيئا من الخلل. لكن على أي حال فالتوافق بمعنى العلاقات القريبة القوية تلك التي هي التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية، أما ما زاد عن ذلك فعلاقتنا طبيعية برئاسة الجمهورية ونريد أن تكون دائما في موقعها ومحترمة وبأدائها الدستوري، وهي إن شاء الله كذلك. وأيضا للحكومة وأيضا للبرلمان نريد لنظامنا السياسي أن يشتغل كما جاء في الدستور، نحن حريصون على هذا. وحتى الآن الأمور ماشية، وما زاد عن ذلك هو حراك سياسي بين أحزاب تستعد للانتخابات التي هي بعد حوالي 10 أشهر، والاستعداد للانتخابات هو الذي جعل البعض يدخل في حملة انتخابية قبل حلول الوقت، وبالتالي تصبح العلاقات فيها أحيانا شيء من التوتر أو من التنافس القوي، والبعض دخل من الآن في حملة انتخابية مثل الذين أشرت إليهم قبل حين الذين ركزوا هجوماتهم على تشويه النهضة. هل التناوش السياسي التنافس السياسي يصل لأن يتهمكم يعني سليم الرياحي وهو الأمين العام لحركة نداء تونس حزب الرئيس بأنكم تقومون بالتخطيط والشروع في انقلاب على الرئيس باجي السبسي وتحديدا رئيس الحركة راشد الغنوشي؟ لا، هو سي سليم الرياحي لم يتهم رئيس الحركة بالتخطيط أبدا، وإنما اتهم رئيس الحكومة بأنه يخطط، وهو خاطئ في اتهاماته ويعني استسهال لإطلاق هكذا تهمة، خاصة من شخصية تتحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب كبير اللي هو حركة نداء تونس. وما زال هذا الحزب يعني موجود عدد لا بأس به من الوزراء المنتمين إليه، أو على الأقل الذين كانوا منتمين إليه ما زالوا في الوزارات وما زالوا في مختلف المواقع. وعلى كل حال هذا الموضوع تعهد به القضاء وبحث ولم يجد شيئا يذكر، وحتى رئاسة الجمهورية المعنية الأولى بهذا الموضوع والمؤتمنة الأولى على أمن على الأمن القومي التونسي لم ترى فيها، لم تتخذ أي شيء يدل على وجود جدية في مثل هذا الاتهام. وبالتالي والحقيقة أن جزء الأكبر من الشعب التونسي وبين النخبة السياسية لم تصدق هذا الادعاء، وإنما هو أتى في إطار التجاذب السياسي والصراعات التي نحن في حركة النهضة لا نريد أن نكون طرفا فيها ولا أن ندخل فيها، ولا نريد لبلادنا أن نعرضها لهذه التجاذبات التي يتم فيها ترذيل الحياة السياسية أو التشكيك في المؤسسات أو استسهال الصراعات الكبرى.
لكن اسمح لي سيد علي، يعني البعض يرى أنكم تتنازلون بشكل كبير، يعني كما يقول كما يقال في مصر زيادة عن اللزوم، يعني تخليتم عن خلفياتكم الدينية، فصلتم بين ما هو دعوي وما هو سياسي، وطلقتم الماضي تماما، تنازلتم عن أن تتصدروا المشهد السياسي رغم ما لكم من أغلبية في البرلمان التونسي، يعني تحالفتم مع الرئيس قائد السبسي حتى هذه اللحظة. لما كل هذه التنازلات؟ البعض يرى أن هذه التنازلات هي التي تسبب إعاقة لأهداف الثورة التونسية ولتحقق أهداف الثورة التونسية على الأرض. نحن لم نتخلى عن مرجعياتنا وقيمنا وأخلاقنا وإسلامنا، ولنا مقاربة للإسلام أنه لا فقط لا يتعارض مع هذه القيم التي نناضل من أجلها، الإصلاحات والعدالة الاجتماعية والحريات والديمقراطية والوحدة الوطنية والمشروع الوسطي فكرا اقتصادا اجتماعا ومنهجا سياسيا، كل هذا لا نراه يتعارض بل نراه من مقاصد الدين كما نفهمه. ولكننا كما قلت بالضبط أنت، يعني فصلنا بين الجانب الدعوي والجانب السياسي. نحن حزب، حركة النهضة حزب مدني متخصص في الشأن السياسي، يعني يتبنى الديمقراطية في داخله والديمقراطية في التعاطي مع أوضاع الوطن ويشق طريقه، ولم يتخلى عن القيم بل لاءم في مقاربته بين كل هذه القيم ودوره. وأما الجزء الوعظي والإرشادي والدعوي فله جمعياته وله متخصصوه. نحن حزب ديمقراطي في دولة ديمقراطية، يعني نرى الديمقراطيات وننظر كيف تشتغل ونقترب منها. يعني في تونس لن نكون نشازا على بقية الدول الديمقراطية كيف تعمل. أما فكرة التنازلات الكثيرة فيمكن هذه على كل حال تبقى قيم. نحن في تقديرنا أننا حتى الآن حافظنا على تونس حرة وديمقراطية وتشق طريقها، ما زالت حركة النهضة في موقعها الأول أو الثاني في مستوى الليسونداج، في مستوى استطلاعات الرأي وفي مستوى الانتخابات، ما زالت تقدم الكثير. لكن أقول لك وفي جملة واحدة، لا حد لتنازلاتنا إذا كانت من أجل تقدم الوطن ومن أجل استقرار الوطن ومن أجل إفشال أي محاولة قد تكون لإيقاف الديمقراطية أو لإدخال البلاد نحو صراعات أو فتن. لا حد لتنازلاتنا، تماما كما كان كما أننا لم يكن لنا حد في نضالاتنا عندما اقتضت نضالات الشهادة والتهجير والسجون والمنافي. فتنازلنا نعم في كثير من الحالات، تنازلنا حتى على حجمنا في الحكومة. تنازلنا لماذا؟ لأننا نريد للتجربة أن تنجح، لأن التوازنات العامة نعم. من أجل أن نجح التجربة تقتضي منا التعاطي بتلك الطريقة، وذاك أحد أهم الأسباب الذي حافظ حتى الآن التجربة التونسية وحافظ الوحدة الوطنية وحافظ الانسجام طبعا. وأفشل كل من يحاول التفتين داخل الوطن أو من خارجه. هل سيكون لكم مرشح للنهضة في انتخابات الرئاسة القادمة؟ الحقيقة أننا لم نبحث هذا الموضوع، هناك أطراف مستعجلة جدا ودخلت بعده في الحملة الانتخابية بطريقة أو أخرى. نحن في حركة النهضة لم نبحث بعده يعني كيف سيكون تعاطينا مع الانتخابات. سنترشح بالتأكيد للانتخابات التشريعية وإن شاء الله في كل الدوائر كما هي العادة، أما على مستوى الانتخابات الرئاسية فما زال الوقت يسعنا لبحث هذا الموضوع. وأكيد لن نكون محايدين، بمعنى لن تكون أصواتنا يعني ذاهبة سبالة، بالتأكيد سيكون لنا من بين المرشحين. هذا إذا لم يكن لنا مرشح من داخلنا سيكون لنا، سنعطي أصواتنا بالتأكيد لمن نراه أفضل لقيادة البلاد وضمان وحدتها ومؤتمن على ديمقراطياتها وعلى دستورها. أخيرا سيد علي سؤال وأرجو إجابة مختصرة، كيف أو توقعاتك لمسار الثورة التونسية بعد مرور 8 سنوات على انطلاقتها؟
توقعي أننا على طريق صحيحة، وأن المجالات الأربعة التي تحدثت فيها، المسارات الأربعة التي تحدثت لك عنها في البداية، أننا سنتدارك في السنوات القادمة البطء الذي شاهده تطور بعض المسارات، ولا سيما منه المسار الاقتصادي الاجتماعي، لأن الإصلاحات بدأت تعطي دورة، تعطي مفعولها، ولأن البلد تمكن حتى الآن من تسوية الملف السياسي، وأوشك على التقدم على تسوية الجزء الأكبر من ملف العدالة الانتقالية، وانتصر على التحدي الأمني بعد معارك وشهداء كثيرين، وبالتالي صارت الأولويات هي الملف الاقتصادي الاجتماعي، وأتوقع أن نتقدم فيه بخطى حديثة في قادم السنوات إن شاء الله. السيد علي العريض رئيس وزراء تونس السابق القيادي بحركة النهضة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة تونس.